الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة ودعم أهالينا في فلسطين، نظمت مؤسسة كريمة العلا فعالية لتعبئة 3000 كرتونة مواد غذائية شاملة يتم إرسالهم لقطاع غزة، حيث يأتي ذلك تكثيفاً لدور المؤسسة الإغاثي والإنساني داخل مصر وخارجها. بنعمل كراتين لغزة، دي مش أول مرة كرتين لغزة، دي المرة الكونتينر السابع لينا إن شاء الله، وبإذن الله احنا يعني متواصلين دايما ان احنا بحيث ان احنا نقدر نوصل لاخواتنا في فلسطين بإذن الله كل حاجة هناك. 3000 كرتونة فيها رز، فيها مكرونة، فيها عدس، فيها فول، فيها كل المعلبات عشان الناس تقدر تقعد بها أكبر وقت ممكن. الفاعلية شهدت حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة للمشاركة في هذا العمل الخيري في مشهد يعكس مدى حرص الجميع على المشاركة والدعم والتضامن وتوصيل العديد من الرسائل. حاجة جميلة جدا من المؤسسة حقيقة ومن كل المؤسسات اللي بتقوم بالدور ده، أنا بشكرهم جدا على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه، بس ده واجب يعني واجب. كل مشارك وحاجة جميلة جدا، هنعمل أكبر كفيلة موجودة هتروح لغزة إن شاء الله. اللي احنا بنعمله ده أبسط حاجة ممكن تتقدم لهم، وبقول لهم ربنا ينصركم. واجب على الشعب كله إن احنا نساعد إخواتنا، فإذا هم بيبادروا بحاجة زي كده وبيعرفوا يوضبوها علينا احنا بقى كبني آدمين نشاركها ونسبورتر يعني. احنا كلنا موجودين عشان أهالينا في غزة، بس لا أكتر ولا أقل. عايزين نساعد، عايزين نحس ان احنا بنساهم في اي حاجة، عايزين نحس ان احنا لينا اي دور. مش اول فعالية مصر بتقدمها كإغاثة لأهالينا في غزة، بدعم طبعا من الدولة وبدعم من المؤسسات المحترمة اللي فعلا مؤمنة بالقضية. مصر مشاركتها واضحة جدا طول يعني سنين طويلة جدا من أول بداية القضية الفلسطينية إلى الآن، مش بس بفلوس لكن بمجهود، وتحسي إن الناس كلها بتشتغل بقلب وبحب. لم تتوقف المؤسسات الخيرية عن تأدية العمل الوطني والخيري من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل الجسر البري المتواصل من المساعدات بشكل يومي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. آية القاضي، الحياة اليوم.